لماذا ندرس التوحيد؟ كيلو فاتي افينكي كوني با ايمالون لوكا تي سي الون لوكا. لان قد يسالنا سائل يقول لماذا ندرس التوحيد لا ندرس الفقه مثلا او النحو او العربيه مثلا. توري علي ري ان سي بيوا بكيلو دي تي اسين كو توحيد اسي كو نحو اسي كو ايدي الاربعه اسي كو ني با اورو ني با اورو فقه ني با اس. نعم نقول لانه حق الله العبيد. akoko ni pe isi ni pe nta fi nko oro tawhid ni pe imani pa tawhid oun lo fe ja ma iwo olon oba likela khuliqna lil wahid allah olon oba likela dawa nitori ki asin wo olon oba likela lokan soso lai fi orogun lati dai sorogun pelu re mi ijosin wa la yaqbal allah subhanahu wa ta'ala ay ibada illa bit tawhid olon oba likela kuni gba ijosin kankan lowo eni kankan ninu eda re ayafi eyi ti iyen ba se pelu ise olorun oba alikela lokan soso la yadkhul janna illa muwahhid ko sani ti yo wo ogba dera ti se aljanna alojo gbinde afenti yo ba sin olorun oba alikela lokan soso lai fi orogun takthir alhasanat takfir alsayiat ninu awon ta to fi nko oro tawhid ni pe egben ti yo ba mo nipa olorun lokan soso ti sin sin olorun lokan soso opolopo ntin je la da ninu se olori olorun oba alikela se fun yo si je sababi lati pa opolopo ise re re abawon ise re lapapo. نعم لانه قد يسالك سائل يقول هل انت موحد علي رنجو تبيري لو وري مسلمين بي انجي واتي اون سورو تو انجي مسلمين انجي وجي اني كاتيو سي اولون تو مولون ابو عليك الله كنسو تقول نعم انا موحد وني لا تي سو فون بلو يفو كان بالي ان بي امي تي ان بو سورو ايغي بي مسلمين ان تي سي لون لوكان تي او ميبو ميرو رني يقول لك طيب ما هو التوحيد nígbà tí wá sọ ilé ìfún olè tí wọn bí ọ síwájú ń pé ọdà kíni tí wọn ń pè ní ìmọlọrun lọkàn ìsìn lọrun lọkàn gan. تقول لا ادري سين تو واسو فوني بو ما سو يكو سو بيبي لا بد تتعلم التوحيد وتعمل به وتدعو اليه اولو في جاكو يورا يعني فو او بودو ما سالاي ما نيبا توحيد كو كيكو ني باري كو سي بي اوين سي بي اورو توحيد تان بو ني مولون لوكا يسين لون لوكا. نعم وقد يسالك ايضا يقول هل انت مشرك علي رينتيو تو بيوبا كانا ان بي يري مسلمي سي اون سي ابو كلو لون ابو علي كلا سو بلون ابو علي كلا وروغون ابي او سي بي. تقول لا انا لست بمشرك قلنا تي سو لا سو رين لي فون بي امي او ان سي ان تي او في اولون با لي كلا تي او في سي دي دي ان كان تي او با وا روغون فقد يقول لك طيب ما هو الشرك علي وا تو بيو سي واجو بي تو با يكو لو تي تو ني بي او سي ابو كلو اولون با لي كلا او بولون با لي كلا او روغون اورا كيني تي وان بي ني وا روغون فون اولون با لي كلا. تقول لا ادري سين تو وا سو فون ني بي ان مون با ان تي نجي ابو كلو اولون با لي كلا بي قد تكون واقع في الشرك الاكبر وانت لا تدري لابد تتعلم الشرك حتى تحذر منه اورا يعني فون لا تي كيكو ني با كين تينجي با لون با لي كلا يورو غون فلون با لي كلا انتوري لي كوسينو تينجي يورو غون فلون با لي كلا اغاجلا ايتيو في توبي جولو تو لي غيان جا دي كونو اسلام تو سي نيما. اذا لابد ان نتعلم التوحيد حتى نعمل به وندعو اليه ولابد ان نتعلم الشرك حتى نحذر منه ونحذر منه. nítorí gbogbo eléyìí a jẹ́ pé ọ̀ràn yẹn ni fún wa tí a kò gbọdọ̀ mọ̀ sí láti kẹ́kọ̀ọ́ nípa ìmọ̀lọ́run ìsìn lọ́rùn ọba àlìkẹ́lá lọ́kàn títí tá a fi lè láǹfààní àti ìsìn lọ́rùn lọ́kàn ṣoṣo láì fi orogún pẹ̀lú ẹ̀ bẹ́ẹ̀ náà la ti gbọdọ̀ mọ̀ n ti ń jẹ́ ìwà orogún fún ọlọ́run ọba àlìkẹ́lá subhanahu wa ta'ala níbi ìjọsìn tá a fi lè jìnà sí tá a sì mú àwọn yẹn jìnà sí.